جنت لنا هذا الاسبوع تكلم عن نقطة مهمة. ماجد خصم 5000 نقطة، يلا. جنت لنا هذا الاسبوع تكلم عن نقطة مهمة جدا في هذا الاسبوع اللي هي الصباحية. فبيكون هناك جدول اللي بيشارك في الصباحية، وفي نهاية الاسبوع سيتم تكريم افضل شخص سوى الصباحية في هذا الاسبوع. علما ان المبادرات في الصباح ممنوعه، عندك اليوم كامل تسوي فيها اي مبادره. بعد الفجر فعاليات جماعية وناسه وضحك وطقطقه وسلامتك. دقيقه تمشي تعال يلا عصريات عصريات العصريات عاد نفعلها من يوم بدا البرنامج، ما في عصريات ابد. لابد نفعل العصريات ويكون فيه بدايتها من الاستاذ ضيف الله من اليوم. اجنت نزلتني اجنت اجنت يا ام سعدي اجنت. دقيقة ان يوقفون معنا ويحترمونا. تعاون تعاونوا معنا تعاونوا معنا يا رجال. المختل هذاك قسم برب الكعبه راح نعالجه من ما فيه. عبد الله الدفيعي استبعد والله العظيم ثم الله العظيم ان يبدا من اليوم انا صدق جد ترى صدق ترى ما بدعوه. تشوفون نضحك معكم تحسبون الدعوه سبهلله تحسبونها سبهلله سبهلله اللي هي لكن يا شباب نتمنى منكم التعاون وبيض وجه جنتلنا تكفون. وقف اليتيم في مكة ملاحظة بسيطة 300 ريال تكفى اليتيم لمدى الحياة. ونقول بكم يكتمل الوقت وبيجي اليوم اللي يقول بكم يكتمل الوقت الله يجزاكم خير. طيب ملاحظة بس أخوي رشيد دقيقة يا جماعة الخير الجنتل في خاطره كلام وايد ولكن الآن شيء مهم تعرف يذكر فخله هذا بعد يكون في تكريم لأفضل شخص متعاون مع الجنتل تكريم وجائزة. كملوا صباحياتكم استانسوا بلوها. عاش الجنتل عاش الجنتل تحية للجنتل الجنتل ابداع عاش الجنتل اخوة سارة بعد اسفين بس يا